سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Müslümanlar, sabırla, sabırsızlıkla beklediğimiz an geldi ve şu anda kurallarımızı tek tek salatü selam ile vaaz kürsüsüne alacağız. Salatü selam okunurken bizlere katılmanızı sizlerden istirham ediyorum. Evet. Programımıza en güzel kelam ile insanların dünya ve ahiret saadetini temin eden ilahi öğretiyle başlıyoruz. İlk olarak Mısır'dan Kur'an-ı Kerim dünya birincisi Fethi Melici'yi okuması için vaaz kürsüsüne davet ediyorum. Buyurun efendim. أولا ندعو الأخ القاري فتي مليجي من مصر وهو الأول على العالم في قراءة القرآن الكريم فليتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tá.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وطاها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لنا والأرض وضعها للأنام للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم.
Evet değerli Müslümanlar, Mısır'dan Fethi Melici Kur'an-ı Kerim kıraat ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Evet ve sırada Türkiye'den dünya birincisi Abdülkadir Şehitoğlu beyefendi var. Kıraat etmesi için, Kur'an-ı Kerim okuması için kendisini vaaz kürsüsüne davet ediyorum. Saniyen Nedul Ah El-Gari Abdülkadir Şehitoğlu min Türkiye. Ve huvel evvel alel alemi fi kıraatil Kur'anil Kerim fel yetefaddal. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه
هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Türkiye'den Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi Abdülkadir Şehitoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun.